النهارده كانت اول القضيه كانت مؤجله للاطلاع. كنا طلبنا طلب الجلسه اللي فاتت يوم الثلاثاء اللي فات لاجل الاطلاع. النهارده حضرنا قدام المحكمه بس بسبب تاخير المتهمه الاولى والثانيه محبوسين في سجن القناطر بسبب تاخيرهم. فالمحكمه كانت خلصت الجور. بعد كده هم رجعوا جم من محبسهم. فالمحكمه طلبنا من المحكمه اجل للمذكرات والاستعداد والمستندات الهامه والمنتجه في القضيه. وان شاء الله باذن الله المحكمه هتحاول تاجلها ممكن اسبوعين ولا حاجه. والجلسه الجايه ان شاء الله باذن الله نفصل قدام محكمه تطول درجه وان شاء الله ربنا يكرمه خير. يعني ايه ابرز الدفوع اللي تستند ليها في مذكرتك؟ ابرز الدفوع ان المتهم لم يعلم ان صدر امر بالضبط والاحضار على زوجته اللي هي طلقته، لكن هو كان رددها قبل الواقعة بحوالي 15 يوم. هو كان رددها، لذلك هو الاستثناء الوارد الوحيد في نص المادة على إخفاء الجناية بالنسبة للمتهم الثالث اللي هو من كل من الدرجة الأولى. فزوجته تعتبر برضو واردة في هذا الاستثناء على نص المادة 144 من قانون العقوبات. فان شاء الله نستند للدفع ده ان المتهم، ويوجد شرط اخر في هذه النص الماده ده ان هو يجب ان يكون يعلم اللي هو قام باخفاء الجاني ان المتهم صادر ضده امر بالضبط والاحضار او امر بالحبس او هارب من جنايه، او يعني اتحبس وبعد كده هرب من الجنايه، لكن المتهم الثالث لم يعلم، يعني علم في وقت قصير جدا، يعني بعد ان علم تم القبض عليهم قبل ان يعني يحصل على فرصه ان هو يبلغ او يرشدهم ان هم يتجهوا الطريق القانوني. فتم القبض عليهم في اسرع وقت من قبل مباحث اسم الطلبيه.